حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول ناس بكري، قال له يا فرعون اش فرعنك؟ قال له ما لقيت شكون يردني. فرعون هذا هو اللي جاء في عهد سيدنا موسى عليه السلام وصل به الطغيان أنه ادعى الربوبية، وقصة فرعون معروفة عند الخاص والعام. ففرعون هو رمز الظلم والجور والاستبداد، لكن المثل ما توجهلوش باللوم، ملامش فرعون الظالم الجائر، بل لام المجتمع اللي ما مارس صلاحياته، ما استنكرش الظلم، ما تصداش الفرعون قبل ما يفرعن. لأن المجتمع كما جسم الإنسان لازم تكون عنده حصانة ذاتية، لازم تكون عنده أدوات دفاع تلقائية ضد كل ما هو طارئ وغريب. بكري المجتمع كان يتبنى مثل هالمواقف الردعية، كان إذا واحد خرج على العرف المألوف المجتمع يرخي فيه العين حتى يولي يقول شعملت. وهذه آلية من آليات الإصلاح، أو قول من آليات الضبط الاجتماعي التلقائي، لأنه كما ثم الحرية الفردية ثم كذلك ضوابط اجتماعية وأعراف أخلاقية ولابد من احترامها. اليوم بحجة الحرية الفردية يتمرد الفرد على كل النواميس والأعراف ولو واحد يعارضه بحرف، وهذا ما جرأ البعض على التمرد على الأخلاق والنظم. ناخذ مثال بسيط وشنيع. ترى بكري كانش ينجم واحد يتجرأ ويتطاول على مقام الجلالة ولا يقول كلمة سفاهة، المجتمع الكل يوقف لوقفة الراجل الواحد. اليوم لو كان واحد يسمع كلمة هكا ولا هكا ويعبر على استنكاره، اللي في جنبه يقول له تيش يهمك، ايش كلفك؟ وبمثل هالمواقف المتخاذلة سياب المع البطيخ. هكا الأيام في باب الجبلي قصة واقعية وشاهدتها بعيني، واحد من هكا السقاطة يعني هكما اللي يسقطوا على جياب الناس، وهما يظهروا أكثر في رمضان لأن ما هي الزحمة تكثر في رمضان، وخصوصا في آخر النهار في العشية وقت الإنسان هكا يبدأ يتعب بالصيام ويضيع هكا شوية التركيز. عاد واحد من هيك السقاطة لصق مرة كبيرة وماشي ينحيلها اللي عندها، أو ثم شاب صغير لمحه تصداله وفسد عليه الملعوب وصارت هكا شوية خوضة ومنها سيخين سل روحه ومشى على روحه. بو هكا الشاب حاضر نسمع فيه يلوم في ولده في العود يشكره، يقول له إيش يهمك فيه يسرق ولا يتشنق؟ ده هو موقف الأب. أنا فاهم علاش الأب في عوض يشجع ولده على هذا النبل، لأنه نبل، لأنه نجدة، لأنه نغرة، لام ولده علاش؟ لأنه خايف من قيلة غدوة، لأنه يعرف هكا السارق ما يعديهالوش بلاش، وخصوصا هو مكانه معروف. إذا تمادى هالحال، إذا صار الضحية يقول دفع الله مكان أعظم وادفع البلد صدقة، هذا من شأنه أن يزيد في تدهور الأوضاع. الظلم ولا بد ليه من قوة تردعه، الإنسان ولا بد تكون فيه غيرة وحمية تخليه يهب للدفاع عن حرماته، يهب أيضا لنجدة المضطر. جيني هاشي بكري يقولوا السارق يسرق والصبية مليلها بكلام، لكن هذا عنده مبرراته بكري، لأنه كان فيه دعوة باش البنت ما تعملش على روحها غياض. أما أن المجتمع يولي يتواصى باش ما يتصداش للسارق، باش ما يهبش نصرة الضعيف والمظلوم، فهذا راهو عنده انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن العام. طه السلطان خرج في نزهة في الريف وكان معاه ولده، وولده هذا كان عنده فيل صغير يمشي معاه ويجي معاه. عدى السلطان هو ولده ما تقول جمعة ولا 10 أيام ومنها جاء رجع للقصر. اتلفت يلقى الحشيش خيرات والفيل يرعى من كون الله، هيقول ما تعرفش كيفاش الفيل يقعد عندكم يربع ويمنعش. وبدات الناس الكل تعس وتحظي في فيل ولد السلطان، وكبر الفيل
ولا مزعج وخطير على أمال البلاد. قالوا نمشي وسيدنا نشكي له، وعملوا لجنة من كبارات البلاد. لكن أشكون ماشي يدهم على السلطان ويشكي له من عمايل الفيل؟ ما يجيب راسه. قام العاقل فيهم قال ما تعرفوا شي كيفاش، نتقدم أنا ونقول له يا سيدي الفيل، وانتوما كل واحد يلقفني بكلمة، واحد يقول فسدنا أشجارنا، واحد يقول فجعلنا صغارنا، واحد يقول هدمنا بيوتنا، وهكا السلطان يسمعنا وما يحقق فينا حد. وكان العمل هكاك. وصلوا القصر، طلبوا الاذن، دخلوا حيا وعطوه كرسي السلطنة، وتقدم سيوخينا قال له تفضل يا ولدي. سيوخينا قام قال له يا سيدي الفيل، ويحساب الجماعة اللي معاه ماشي ناصروه كيما تفهموا، وإذا بيهم سكتوا. عود مرة ثانية قال له يا سيدي الفيل، وسمعوا سكتوا. ثلاثة ولا أربع مرات ويقول له يا سيدي الفيل، وهم يسمعوا يسكتوا. تغشش السلطان وطيش ما فيده وقال له تشبيه الفيل. قال له يا سيدي الفيل تحب له فيلة، يدي ما أقول من بكري، هيا غدوة نزيد بعث لكم فيلة. وكانوا يقاسيوا في فيل واحد ولا يقاسيوا في زوز، ويعلم الله اش ماشي يزيد ويجيبوا. وهذا كله بسبب موقفهم السلبي وخذلانهم للحق. ونعاودوا ونقولوا يرحمهم كيف قالوا، قالوا يا فرعون اش فرعنك؟ قالوا ما لقيت شكون يردني. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.